السلام عليكم اخوان الكرام، لاباس عليكم؟ سي عبد الرحمن، من غادي؟ شنو غادي دير لهم؟ تبارك الله تبارك الله، فلاح مزارع اخي ياك سي عبد الرحمن. انت السي علي، من غادي؟ انت يا تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. شوف تبارك الله الخيرات، شوف الدنيا كي دايره، شوف فصل الربيع دخلوا لنا بالصحه والسلامه لجميع المسلمين كافه اجمعين. شوف تبارك الله الخيرات، كل شيء ربيع، كل شيء خضر، اللهم بارك. هاد اللحظات ان شاء الله غادي نمشيو عند الدجاج، نقلوا الدنيا تما، نشطبوا لهم الارض ديالهم، نشوفوا شنو خاصهم. نحاول نمشي في الصباح، دابا عاوتاني غادي نعاود ان شاء الله. شنو غدير دابا؟ تعطيهم مكان بلاصة هي الأولى، عاد تعطيهم الماكلة؟ يلا بدا من الهوا. حتى أنا حتى أنت إن شاء الله، شنو غدير أنت؟ أنا شنو المهمة ديالك دابا أنت؟ شنو المهمة ديالك؟ شنو غدير؟ تعطيهم ياكل ولا غادي تشطب لهم؟ تبارك الله إن شاء الله. أنتم الأخوة الكرام، الدجاج، الدجاج في الآونة الأخيرة ولا عندي مفترس بزاف، بغيت ياكل البيض، بغيت يدابز بزاف، هذه إشارة لأنه عنده نقص في مادة البروتين وبعض المواد الأخرى. الدجاج ملي تيولي ياكل البيض ولا يولي يفترس بعضياتو، تيولي عنده نقص في بعض المواد، يعني خصك تعوضها، تعوضها فاش؟ كاين تعطيهم بصلة، تعطيهم دابا انا وليت تندير الماء اللي شفتو لكم بديت من هذاك الكرومب اللي كنت درت لهم، شوف شحال طاح خاطر انا خاصني نجيب لهم وحده اخرى عاوتاني نطيح عليهم. قلت الا كان ناقص من عندو شي بعض المواد تعوضها ليه، ولا ليه في التغذية النيت ديالو، يا اما شراها من الصيدلية ولا تعوضها ليه في بعض المواد الذرة الشعير فرينة الغالب هادشي اللي كاين. خاص نهار يا الاخوة الكرام، وقال انا اللي غادي، ربما انا اللي غادي نشطب ونقاد الدنيا هادي، من بعد ان شاء الله نتلاقاو باذن الله. وشكرا، السلام عليكم.